السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اجتماع سري بين رياض محرز وإدارة مانشستر سيتي، هكذا جاءت أعزائي المشاهدين أبرز العناوين، حيث كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية الشهيرة أن إدارة مانشستر سيتي ورياض محرز قد اجتمعا قبل يومين مع بعضهما البعض. وتدور الإشاعات في إنجلترا بأن إدارة مانشستر سيتي قد اجتمعت مع رياض محرز بسبب تواجده لمدة 6 ساعات متتالية في أحد المطاعم في مدينة مانشستر سيتي، وذلك المطعم كان مطعما إيطالي. وقد استفسرت الإدارة بسبب تواجد اللاعب وحقيقة تفاوض رياض محرز مع ممثلي نابولي الذين يريدون التعاقد معه في الصيف المقبل. ولكن الحقيقة أعزائي المشاهدين تكمن أن رياض محرز استفز الشرطة، ولأن وضعت له الصاب، يعني ذلك الشيء الذي يوضع على عجلة السيارة لكي لا تتحرك. طبعا بقي 6 ساعات متتالية وهو في المطعم حتى غادرت الشرطة وتركته في شأنه، وبعدها دفع الغرامة. طبعا رياض محرز كما تعرفون انه رغم الشهرة ورغم العالمية الا انه يبقى بعقلية جزائرية. طبعا ولا يوجد من هذا الحديث، لا يوجد صدق من هذا الحديث انه كان يتعاقد مع نابولي، هذا شيء معلوم اعزائي المشاهدين، لانه اعزائي المشاهدين اذا كان يريد التعاقد مع نادي نابولي او اي نادي كان سيجعلها علنا وليس سرية، ويبقى 6 ساعات في مطعم لكي يتعاقد مع نادي اخر، طبعا لانه جزائري وبعقلية جزائرية، فقد استفز الشرطة كيف لا يستفز نادي مانشستر سيتي. ولكن تبقى هذه توقعات الصحيفة دايلي ميل، ولكن كل شيء كان على ما يرام بما ان اللاعب قد تواجد في قائمة مانشستر سيتي التي واجهت شالكا يوم امس. طبعا انا اقول القائمة وليست التشكيلة، طبعا هنالك فرق يا اعزائي المشاهدين، ليس كما قلت لكم القائمة المعنية لمانشستر سيتي ضد شالكا في الفيديو السابق، قلتم لي ان القائمة فيها 17 او 18 لاعبا، وهنالك فرق يا اعزائي المشاهدين. القائمة هي كل اللاعبين المدعوين لمواجهة ضد تلك المباراة الجارية، ولكن التشكيلة هم اللاعبون الاساسيون. اما القائمة، قائمة مانشستر، عندما اقول القائمة هنالك حوالي 15 الى 30 لاعب، ولكن هنالك الاساسيين والاحتياطيين. اما التشكيلة اقولها واكررها، اما التشكيلة هم اللاعبون الاساسيون فقط، وهم 11 لاعبا. وهنا ينتهي اعزائي المشاهدين هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.